السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتنتهي الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر فيفا 2022، وطبعا بالنسبة لقارة أفريقيا. وبصراحة الجولة دي كانت إلى حد ما مرضية لبعض المنتخبات العربية، وبصراحة محزنة وتدعو إلى القلق والاستياء لبعض المنتخبات الأخرى، لدرجة أن منتخب مصر أقال مدربه، ومنتخبين كل من السودان وموريتانيا بيتلقوا الهزيمة الثانية، وبالتالي بتضعف أملهم في التأهل للمرحلة القادمة، ومنتخبين زي منتخبين ليبيا وتونس بيحصلوا على العلامة الكاملة وبيرجعوا أدراجهم يعني سالمين غانمين، ومنتخب المغرب ما بيلعبش مباراته نتيجة الأحداث اللي حصلت في غينيا، ومنتخب الجزائر يفرط، أنا بقول بيفرط في فوز كان في المتناول خاصة في الشوط الأول، واللياقة البدنية والحكم لم يسعف المنتخب الجزائري في الشوط الثاني. دي كانت إن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا والمقدمة. بس لو وصلك الفيديو ما تبخلش علينا باشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وعمل لايك للفيديو، وأحب أشوف رأيكم في الكومنتات. خليكم معايا ما تروحوش بعيد، راجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. ومباريات او تصفيات كأس العالم افريقيا فيفا قطر 2022 ومنتخب زامبيا. وبصراحة انا بقول ان منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لعب بذكاء جدا في المباراة دي، خاصة ان منتخب زامبيا كان بيمتاز او مازال حتى بيمتاز بالكونتر اتاك او الهجوم العكسي، فقدر يقفل المباراة. ولكن زي ما بنقول ساعات الاقدار وساعات الدنيا بتعمل معها شغلك كويس قوي، وانت بتبقى شايف يعني عامل شغلك كويس، فربنا بيسندك وبيعمل لك اللي انت عايزه. في اول 8 دقايق يحتسب ركلة جزاء لمنتخب تونس، وبيحولها وهب الخضري الى هدف. وبصراحة بعد كده ما شفناش منتخب التونس بيعمل هجمات كتير، نتيجة يعني انا عايز اقول ان الطرفين كل من علي معلول والمسلوسي ما كانوش بيتقدموا كتير نتيجة الضغط الشديد من منتخب زامبيا، وبرضو الحرص الشديد من الاطار الفني او المدير الفني لمنتخب تونس ان هو مش حابب يتقدم ويفتح خطوطه، خاصة للسرعات الموجودة في منتخب زامبيا. لعيب زي كامبامبا وكان يعني بصراحة عامل لهم قلق كتير، ولكن فرجان ساسي مع علي معلول مع المتلوتي، وعايز اقول ان وهب الخضري يعني الكابتن بتاع المنتخب كان برضو كان بيرجع يشارك في الواجبات الدفاعية، فده ادى ان انت توصل لحد الدقيقة 92 بدون ما يهدد مرماك كتير. يعني برضو علي بن مصطفى فاروق بن مصطفى انا اسف شال بعض الكور امبارح، ولكن ما كانش فيه التهديد المباشر ليه، يعني زي ما بنقول قدروا ان هم يعني لو كنت انت بتلعب بشكل مفتوح امبارح امام منتخب زامبيا او بتلعب بان انت عايز تعمل هجمات كتير، كان ممكن يبقى خط دفاعك مفتوح وخط ظهرك مفتوح وكان ممكن يجيبوا، لان هم كانوا بيوصلوا بسرعة جدا وسرعة جدا. ولكن قدر منذر الكبير يلعب بمنتهى الذكاء في المباراة دي، وبيقدر أنيس بن سليمان ان هو يضيف الجون الثاني عن طريق هجمة، انا بقول كانت هجمة يعني مميزة ما بين علي معلول بتروح يعني بتشاط في الجون بتاع زامبيا، بترجع لأنيس بن سليمان وبيتابعها وبيحطها جون علشان يحسب المنتخب التونسي الثلاث نقاط وصدارة المجموعة. ودي بصراحة من ضمن اهم حاجات في التصفيات بتاعة افريقيا او في تصفيات كاس العالم عموما، ان انت خارج ملعبك ما تخسرش، ولو فزت ده يبقى شيء عظيم جدا، ولكن العودة بثلاث نقاط الى ارض الوطن هو الشيء المهم والاهم مش الاداء. يعني انا شفت الناس امبارح منتقدة اداء منتخب تونس، ولكن انا بقول ان منتخب تونس عادة بالنقاط وده اهم شيء في المباراة اللي زي كده. هنخش بعد كده على منتخب ليبيا، ومنتخب ليبيا يسير بالواثق الخطوة يمشي ملكا، وانا قلت ان منتخب ليبيا في طريق مفتوح لصدارة المجموعة ديت، ولكن بشرط عنده المباراتين القادمتين مع منتخب مصر، هم دول مفتاح الصعود لكأس العالم. انا بقول لمنتخب ليبيا قدر ان هو يعمل نتيجة ايجابية قدام منتخب مصر في القاهرة وقدر انه يفوز في ليبيا، انا بقول ان منتخب ليبيا سيكون احد المرشحين بقوة للصعود لكأس العالم. اما في حالة لو خسر المباراة القادمة في القاهرة واي نتيجة تانية في ليبيا بقول هيبقى صعب جدا، ولكن بداية قوية جدا، وعمر الخوجة انا بقول ده مهاجم قوي جدا جدا جدا، وهيكون له شأن كبير جدا جدا في الكرة الليبية ومع المنتخب الليبي. انا بقول ان منتخب ليبيا برغم الظروف اللي بتمر بها ليبيا وبرغم ظروف كتير كانت ضد المنتخب ده ادت ان هو ما صعدش الكاس الامم الافريقية القادمة، ولكن منتخب ليبيا من رأيي انا ان هو منتخب
قادر ان هو يثبت ان هو منتخب كبير وعنده لعيبة كبيرة زي حمدو الهوني زي اللافي. يعني بصراحة امبارح مؤيد اللافي عامل مباراة قوية برغم انه خد انذار ولكن عامل مباراة قوية جدا. عندنا يعني مجموعة من اللعيبة في منتخب ليبيا بقول ان هي دي مستقبل منتخب ليبيا اللي ممكن يعمل حاجات كتير ونتائج كبيرة جدا. دي طبعا فاز على منتخب انجولا 1-0 بهدف عمر الخوجة في الشوط الاول وضمن 3 نقاط وضمن برضو الصدارة المجموعة. ولما تخش مع منتخب مصر وانت عندك 6 نقاط ده بيخليك طبعا ليك الافضلية في اشياء كتير جدا. حتى لو انت خسرت مباراتك في القاهرة هيبقى عندك فرصة ان انت تعوض في ليبيا، وفي حالة فوزك في ليبيا هيكون عندك برضو الأفضلية نتيجة وجود فرق نقطتين من الجولة الثانية. دي كانت المباراة الثانية بالنسبة لليبيا. المباراة الثالثة وبصراحة اللي أنا تابعتها عن كسب وكنت منتظر منها كل ما هو يعني جيد وقلت انها تكون مباراة قوية، وفعلا كانت مباراة قوية خاصة في الشوط الأول، منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو. طبعا المنتخب الجزائري انا زي ما قلت قبل كده يا جماعة هو بطل افريقيا، هو منتخب 28 مباراة بدون هزيمة فعنده الأفضلية على المنتخبات الأخرى، ولكن الميدان والملعب بيكون له في بعض الأوقات الحسم، وده اللي حصل امبارح. منتخب أو جمال بالماضي مدرب كبير ومدرب بصراحة أنا بحترمه على يعني على المستوى الشخصي، دخل المباراة بتغيير مخالف شوية إن هو قعد بغداد بنجاح ونزل سفيان في غولي، فطبعا لعب بطريقة 4-3-3 ودي طريقة قدام منتخب زي منتخب يعني لو انت عايز تلعب بالطريقة دي قدام منتخب بوركينا فاسو يبقى لازم من الشوط الاول تكون مخلص النتيجة بتاعتك، جايب هدف ومغطي بهدف تاني، وده فعلا اللي اتاح لمنتخب الجزائر ان هو كان يقدر منتخب الجزائر يحقق هدف واثنين وثلاثة في الشوط الاول. ولكن للأسف ان احنا عندنا برضو زي ما بنقول السرعة، ساعات المنتخبات بتاعتنا بيبقى عندها تسرع، المهاجمين بتوعنا بيبقى عندهم ما عندهمش الفينيشنج اللي يخلص بيه المباراة علشان يحسمها، وده اللي ادى ان منتخب بوركينا فاسو رجع لك في الشوط الثاني. في الشوط الثاني بقى انا عايز اقول ان يعني رامي بن سبعيني واللي هو اللاعب الجديد او اللاعب الشاب اللي هو رامي الزروقي دول يعني انا عايز اقول ان هم شالوا عبء المباراه كله في الشوط الثاني نتيجه الهجمات الكتير جدا من المنتخب البوركيناوي، لاني انا بقول ان هم عندهم اللياقه البدنيه عاليه جدا، وبالتالي فانت كنت محتاج يعني انا عندي مثلا بلايلي مش هيقوم بدور دفاع قد كده، عندنا مثلا في انا بتكلم على الخط الامامي سليماني او اسلام سليماني مش هيرجع قد كده، عندك مثلا يعني حتى محرز ما بيعملش واجبات دفاعيه قد كده. كل الموضوع كله كان بيبتدي من عند رامي بن سبعيني، ورامي الزروقي بصراحه شالوا المباراه لدرجه ان الزروقي امبارح في اخر المباراه كان بيعاني وكان اصابات وشد عضلي وكانت مشكله كبيره، وده درس المنتخب الجزائر، انت منتخب قوي وبالتالي عليك ان انت اول ما بتخش مباراه خاصه مع الفرق الافريقيه خلص عليه بدري يعني انت لو قدرت تجيب جون واثنين وثلاثه بتنهي عليه، لكن لو هو قدر ان هو يشم نفسه عليك اللياقه البدنيه بتسعفه وبيقدر ان هو يلعب عليك كويس جدا، وده اللي حصل. والهدف اللي جه بصراحه في الرهاق بدني واضح جدا، تفكك دفاعي واضح جدا، يعني الراجل اللي جاب الجول لقى نفسه هو ورئيس بن بلحي في وجه بعض ما كانش يقدر يعمل لها اي حاجه. وبصراحه انا بقول ان منتخب الجزائر ما يزعلش، شعب الجزائر ما يزعلش، يعني انا عايز اقول فرنسا مثلا اتعادلت يعني اخر ثلاث مباريات لسه مباراه فنلندا اللي كسبها 2-0 كان قبلها طلعت في اليورو امام سويسرا، اتعادلت قدام البوسنه والهرسك وده بطله العالم، وتعادلت امام اوكرانيا، فده مش عيب خالص ولا يعني زي ما بيقولوا ما يزعلش الجماعه في الجزائر، ولكن لابد من وعايه الدرس وان انا اتعلم من الدرس، ان اذا هبت رياحك فاغتنمها. الشوط الاول كان هو شوط الحسم لمنتخب الجزائر، ولكن للاسف ما استغلش منتخب الجزائر النقطه ديت وفقد نقطتين، ولكن مازال الامل موجود طبعا بشكل كبير، وانا بقول ان منتخب الجزائر مازال احد المنتخبات القويه المرشحه لتمثيل قاره افريقيا في كاس العالم القادم. في المجمل كده يا جماعه بصراحه انا بقول ان التصفيات مازالت لسه لم تفصح عن كامل اسرارها، الجوله انا قلت اهم جولتين هما الثانيه والثالثه، فما زال الجوله الثانيه والثالثه مش يعني احنا لعبنا الجوله الثانيه في منتخبات زي تونس
منتخب تونس ومنتخب ليبيا خدوا النقاط الكاملة من المباراتين الأولتين، ولكن الجولة الثالثة هي الجولة المفصلية بالنسبة لمنتخب ليبيا بالذات، لأنها هتبقى منتخب مصر في القاهرة. فدي لو قدر منتخب ليبيا على أقل تقدير يطلع فيها بتعادل ويعمل نتيجة إيجابية في ليبيا هيبقى حاجة قوية جدا. منتخب مصر مطالب بدون أدنى مشكلة، وطبعا أنا بقول إن فرصة المنتخب الليبي بعمل نتيجة إيجابية أكبر نتيجة إقالة مدرب المنتخب المصري ووجود يعني تذبذب حاليا ما بين الاختيار يعني المدرب الوطني أو مدرب خارجي. فأي مدرب هيجي هيبقى محتاج بعض الوقت، إلا لو خبرة اللاعبين المصريين هي اللي حسمت المباراة، دي شيء آخر. فأنا بقول إن منتخب ليبيا أمامه فرصة ذهبية وقوية جدا. مش بقول ان منتخب مصر ضعيف، لا، بقول ان منتخب مصر فيه اضطرابات دلوقتي نتيجة اقالة مدربه، فعندهم الفرصة والاكبر ان هم يعملوا نتيجة ايجابية. فهل يستغلها يعني فرسان ليبيا، ولا هيبقى في رأي تاني للعيبة مصر؟ وانا طبعا كمصري بتمنى فوز منتخب بلدي، ولكن دايما بقول انا كمحمود هنا انا محايد في بعض النقاط. الافضل اذا فاز بنقول له مبروك، والخاسر اذا خسر بنقول له هارد لك وخليك افضل. منتخب الجزائر مطالب في مباراتين النيجر بالحسم علشان يقدر ان هو يبعد عن مهاترات بوركينا فاسو. بعد كده عندنا منتخب تونس بصراحه في طريق مفتوح، انا بقول هو في طريق مفتوح، خاصه بعد انت فزت على زامبيا وهو كان المنافس المباشر ليك، فانت في طريق مفتوح للفوز يعني صدرت هذه المجموعه. ومنتخب المغربي لسه محددوش يعني مباراته امام غينيا، ودي مباراه هتحدد حاجات كتير برضو. هنشوف مباراه غينيا والمغرب هتتحسم ازاي، وبتهيألي هتبقى في التوقف الدولي القادم. اخر حاجه هنتكلم عليها وانا بقولها بالنسبه لاخواننا في السودان وموريتانيا، حاولوا ان انتم تحسنوا من نفسكم، مش علشان تصفيات كاس العالم، لا، علشان كاس الامم الافريقيه القادمه، تظهروا على اقل تقدير بشكل مرضي غير يعني الشكل الهزيل اللي ظهرتوا بيه في التصفيات والنتائج المخيبه للامال. دي كانت حلقه النهارده يا جماعه، اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ولو وصل لك الفيديو يا ريت ما تدخلش علينا باشتراك في القناه تفعيل زر التنبيهات وعمل لايك، واحب اشوف رايكم في الكومنتات. انا محمود المصري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.